حاميها حراميها. نستخدم هالعبارة كثير، بس اليوم بنشوفها بشكل فعلي. بنشوف قصة سرقة بنك ضخمة قيمتها وصلت لعشرة ملايين دولار، لكن على خلاف كل القصص اللي شفناها قبل، الحرامية هالمرة هم ضباط شرطة. عصابة الشرطة هذيلة استغلوا منصبهم ومكانتهم في المجتمع عشان ينفذون عملية السرقة اللي ممكن نسميها العملية المثالية. حرفيا ما تركوا وراهم أي دليل أو أثر. المحققين كانوا مستحيل يوصلوا لهم مهما سووا، يعني ما في ولا خيط حتى. لكن المشكلة كانت في اللي صار بعد العملية، فتابعوا القصة لنهايتها عشان تعرفون شو صار. السلام عليكم، معاكم بدر. اللي يريد يدخل في القصة على طول يقدر يروح لهالوقت اللي ظاهر قدامكم هني، لأن قبل ما ندخل في القصة لازم أقولكم كلمتين. صار لي أكثر من شهر غايب عن القناة وما قطعت مثل هالقطعة من السنين. السبب باختصار كان انتقالي لبيتي الجديد هذا ولله الحمد، وعملية الانتقال هذه خذت وقت وجهد أكثر من اللي كنت حاسب له، وصارت عراقيل وتأخيرات كثيرة، مو بس في عملية الانتقال لكن حتى في عملية تجهيز السيتاب هذا اللي تشوفونه وأغراض التصوير. وكانت كل شوي تطلع لي مشكلة ويطلع لي يعني سالفة في الأجهزة أو سالفة في التصوير، ويمكن للحين حتى جودة التصوير والصوت مو بالمستوى المطلوب، بس إن شاء الله أني راح أحاول أحسنها شوي شوي. فيعني أريدكم تعذروني على الفترة الماضية هذه، وإن شاء الله خلاص الحين الأمور شبه مستقرة وراح أرجع أنزل لكم المحتوى اللي تحبونه. بس بعد كلمة سريعة قبل ما ندخل في القصة، خلال الشهرين الماضيات هذيل اللي كنت أنا قاعد خلالهم أسعى عشان أقدر أستقر في البيت، أهلنا وإخواننا في غزة كانت بيوتهم تتدمر وأرواحهم تزهق ودماءهم تسيل، ولا زالت لليوم. الواحد حتى ما صار يعرف كيف يعيش طبيعي وهو يشوف كل اللي قاعد يصير، يعني شعور بالضعف والعجز القهر ما له مثيل. فأقل شيء أقدر أسويه بما أني صاحب منصة وصوتي يوصل لكم، أقل شيء أني أذكركم بالدعاء والمقاطعة والتبرع للي يقدر، وما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قصتنا صارت أحداثها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بالتحديد في مدينة اسمها ميدفورد، مدينة صغيرة عدد سكانها حوالي 60,000. الوقت كان في الثمانينات. هذيك الفترة الوضع الاقتصادي في هالمدينة كان جدا ممتاز، الناس قاعدة تصرف وتشتري والتجار قاعدين يربحون، وكانت يعني في سيولة وتدفق مالي حلو شغال في المدينة. وأكبر وأهم بنك كان موجود في المدينة كان بنك اسمه ديبوزيترز تراست، لو ترجمنا الاسم بالعربي بيصير ثقة المودعين، يعني اسم حتى تحسه هيبة، بنك ثقة المودعين، يعني تودع فلوسك عندهم وتنسى، ما تشيل هم، خلاص تكون واثق ان فلوسك في الحفظ والصون. وما بس فلوسك، كل ممتلكاتك الثمينة بعد، لانهم كانوا يوفرون صناديق امانات، انت كزبون تقدر تروح وتستأجر صندوق امانات ويكون مفتاحه عندك والمفتاح الثاني عند موظفين البنك، فتقدر تفتحه وتاخذ منه وتحط فيه في اي وقت تريده، فتحط فيه فلوسك وذهبك ومجوهراتك وحتى مستنداتك المهمة، وتقفل على صندوقك وانت مطمن انه في امن مكان في المدينة في خزينة البنك المحصنة. الخزينة هذه كانت مزودة بأحدث أنظمة الحماية، جدرانها وأرضيتها وسقفها كانوا عبارة عن خرسانة اسمنتية مسلحة بالحديد ثخانتها توصل لخمسين سانتي، يعني صعب جدا انك تخترقها الا بمعدات ثقيلة، ويظل راح تاخذ وقت وجهد جبار. الخزينة هذه عبارة عن غرفة كبيرة، طبعا الباب باب فولاذي ثخين وثقيل جدا، داخل غرفة الخزينة في خزينة ثانية بعد عليها باب فولاذي بنفس المتانة. هذه الخزينة الداخلية اللي داخل غرفة الخزينة كانوا البنك يحتفظون فيها بفلوسهم، فلوس البنك. أما باقي غرفة الخزينة فهي عبارة عن صناديق الأمانات اللي يستأجرونها الناس ويحتفظون فيها بممتلكاتهم الثمينة. غرفة الخزينة هذه كانت مدعمة بنظام إنذار من أحدث الأنظمة في ذاك الوقت. جهاز الإنذار هذا مربوط بالشركة المصنعة اللي صنعت الإنذار، وبعد مربوط مباشرة بقسم الشرطة، وكان إنذار صامت ما يطلع صوت، بس يرسل إشارة للشركة المصنعة ويرسل إشارة للشرطة. فالحرامية حتى لو قدروا يخترقون الجدران المنيعة ما راح يعرفون ان الانذار اشتغل، وراح يتفاجئون بالشرطة محاصرينهم قبل ما يقدرون يهربون من المكان. النظام هذا كانت فيه مشكلة واحدة بس،
وهو انهم ما حسبوا حساب ان لما الشرطة يكونون هم نفسهم الحرامية. الرأس المدبر لهذه العملية راح يكون هذا الرجل اللي اسمه جيرالد كليمنتي، واللي كان يشتغل برتبة كابتن في شرطة المدينة، يعني حتى ما كان مجرد ضابط شرطة عادي صغير، لا كان كابتن. عملية سرقة البنك هذه راح تكون واحدة من اكبر عمليات السرقة في تاريخ امريكا كله. راح يسرقون فلوس ومجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، مبلغ محترم. السرقة هذه ما كانت وليدة يوم وليلة، وإنما كانت نتيجة تراكمات سنين من الفساد. جيرالد هذا كان من أفسد رجال الشرطة، وفساده بدأ من لما التحق بجهاز الشرطة من أول يوم. قبل ما ينضم للشرطة هو ما كان فاسد، ما كانت نيته إنه يصير واحد فاسد، لكن من أول يوم له في الشغل عينوا له زميل شرطي اسمه كراشر، وكان أقدم منه، صار له شغال من سنين في الشرطة. فكراشر هذا كان فاسد من زمان، وكان عنده شلة من الشرطة الفاسدين حوله، وكانوا يتعاونون ويا بعض، وكل واحد يغطي على الثاني ويستفيدون من بعض. ففي ليلة من الليالي جيرالد وزميله الجديد الفاسد هذا كراشر طلعوا مع بعض في دورية، وهم ماشيين في الشارع شافوا واحد كان طالع من مخزن تابع لوحدة من المحلات، وكان شايل وياه كرسي استجمام، كرسي كبير، وكان واضح يعني انه قاعد يسرق الكرسي هذا من المخزن، مخزن المحل، لان المحل كان مسكر والوقت كان اخر الليل. فراحوا وقربوا بسيارتهم من الحرامي هذا، والمفاجأة ان كراشر الفاسد كان يعرف الحرامي، وبس كذا، الحرامي كان شرطي، كان واحد من شلة الشرطة الفاسدين. فالحرامي وكراشر قعدوا يسولفون عادي ولا كأنه شيء في البال. وبعدها راح الشرطي الحرامي هذا وأخذ كرسي اللي سارقنا ومشى. جيرالد كان أول مرة يشوف شيء مثل هذا، فكراشر صد عليه وقال له شوف أنا عارف أنك جديد، فلازم أفهمك، إذا شفت شرطي ثاني شايل وياه حاجة أثاث أو تلفزيون أو حتى فلوس فلا تتدخل، مالك خص فيه، خله في حاله وانت خلك في حالك، ولا تلعب دور الصادق الامين. فهني على طول اول شيء تعلمه جيرالد من بدايه شغله في الشرطه ان الفساد شيء عادي والكل قاعد يسويه، بالعكس اذا ما صرت فاسد راح تكون منبوذ ويمكن تصير لك مشاكل، لان كل اللي حولك فاسدين او على الاقل كثير منهم. فشوي شوي بدا جيرالد يندمج مع شله الفاسدين هذيله، وبدا يتعلم كيف يستخدم منصبه وشغله كشرطي عشان يستفيد ويكسب ماديا، وبدا يستوعب مدى سهوله انك تسرق لما تكون شرطي، لانك كشرطي انت اللي المفروض تمسك الحرامي، فاذا انت كنت الحرامي فمنو راح يمسكك؟ خصوصا لما يكون حولك شلة من الشرطة الفاسدين اللي مستعدين يغطون عليك عشان يخدمون مصالح بعض. فصار جيرالد يسوي مثل أصحابه، وتخيلوا ان أثث شقته كلها من المسروقات، صار يسرق أثاث وأجهزة إلكترونية وحتى أشياء كبيرة مثل التلفزيونات والثلاجات. والعجيب انه رغم فساده كانت له سمعة قوية ومحترمة في المجتمع كشرطي ممتاز. صح هو ما كان يقبض على أصحاب الشرطة الفاسدين، لكنه كان يقبض على الحرامية العاديين، وكان من أكثر ضباط الشرطة اللي لهم إنجازات على الأرض. مرة من المرات حتى قدر يقبض على رجل عصابة مسلح، ومن وراء العملية كرموه بوسام اسمه وسام الشجاعة، Middle of Valor، واحد من أعلى الأوسمة عند جهاز الشرطة، وما يأخذون إلا الضباط اللي أقدموا على عمل شجاع وواجهوا خطر حقيقي. فالسمعة والإنجازات القوية هذه خلته يترقى، والترقيات هذه ساعدته أكثر أنه يغطي على فساده وعمليات السرقة اللي يسويها. فكان كأنه عايش حياة مزدوجة، من جهة رجل الشرطة الشجاع، ومن جهة ثانية الحرامي الفاسد. الازدواجية هذه راح تمتد وتستشري حتى لحياته الشخصية بعد. هو طبعا كان رجل متزوج وعنده عائلة وأولاد، لكن من وراء زوجته وعائلته كانت عنده عشيقة سرية. فيعني ما كان عايش حياة مزدوجة في الشغل وبس، لا، حياته كلها كانت مزدوجة، كان كأنه عايش حياة شخصين، لواجهها شيء ومن ورا شيء ثاني. عشيقته السرية هذه خلوها في بالكم، لأنها راح تلعب دور مهم بعدين في القصة. المهم مرت السنين، وكل عادة لما الشخص يصير متعود على شيء تزيد جرأته فيه. فكل مرة كانت عمليات السرقة اللي يسويها جيرالد تصير جريئة أكثر، خصوصا أن رتبته كانت ترتفع، فيحس أنه يقدر يسوي أشياء أكثر
بدون ما حد يقدر يمسكه، ألين ما وصلنا لسنة 1980، السنة اللي راح يقرر فيها إنه يسرق أكبر بنك في المدينة. مجرد التفكير بعملية مثل هذه كان شيء جريء جدا، وكان جيرالد مستحيل يخطر على باله يمشي في عملية بهالحجم لو ما كان عارف إن حوله ضباط فاسدين راح يساعدونه. أولهم كان زميله وصاحبه المقرب، ما نتكلم عن زميله السابق كراشر، لا هذاك خلاص راح ولا. زميله هذا اللي نتكلم عنه كان اسمه تومي دورتي، وكان أقرب واحد له في شلة الشرطة الفاسدين. تعرفوا على بعض من سنتين ونفذوا عدة عمليات مع بعض قبل عملية البنك. واحدة من أكبر وأوائل عملياتهم سووها في سنة 1978. تخيلوا أنهم في هذه العملية سرقوا قسم الشرطة ذات نفسه. بتقولون قسم الشرطة شو فيه عشان ينسرق؟ اللي سرقوه الله يسلمكم كان أوراق امتحانات، ومو بأي أوراق امتحانات، هذه كانت أوراق الامتحانات اللي تخص الترقيات. يعني عندهم هناك في النظام عشان الواحد يترقى لازم يخضع الامتحان. فتخيلوا هم سرقوا أوراق الامتحانات هذه ونسخوها وبعدين باعوها على ضباط الشرطة اللي يريدون يترقون. باعوا النسخة الواحدة $5,000، وما بس باعوها على ضباط الشرطة اللي وياهم في نفس القسم أو في نفس المدينة، لا باعوها حتى على ضباط الشرطة على مستوى الولاية، فطلعوا لنفسهم ربح محترم من وراء العملية. وغير هذا عطوا نسخ من الامتحان لبعض أصحابهم المقربين اللي وياهم في شلة الفاسدين بدون مقابل، عشان أصحابهم هذيلة يترقون ويصيرون مسيطرين على مناصب أكثر في جهاز الشرطة، فيصير شغل الفساد والسرقات أسهل. فعملياتهم كانت تزيد جرأتها كل ما مر الوقت وزادت قوتهم ونفوذهم، ألين ما جات سنة 1980 وجيرالد وصاحبة تومي قرروا يسرقون البنك. كانوا يريدون عملية واحدة خلاص تكون العملية الختامية، عملية التقاعد، ضربة واحدة يحصلون فيها غنيمة تكفيهم باقي العمر كله. تومي صاحب جيرالد كان من أول عنده صندوق أمانات داخل خزينة البنك، كان زبون من زباين البنك، فكانت المهمة الأولى إنه يروح للبنك ويطلب إنه يفتح صندوقه عادي مثل أي زبون، بس هالمرة راح يفتح عيونه وراح يدقق في كل تفاصيل الخزينة. فلما دخل لغرفة خزينة البنك بدأ يشوف كل زاوية واستوعب حجم المكان والأبعاد وعدد الصناديق والخزنة الداخلية اللي يحطون فيها فلوس البنك ونوعية الأقفال وسماكة الأبواب، قاعد يركز على كل التفاصيل. وبعدين عطى كل التفاصيل هذه لصاحبه جيرالد الراس المدبر. جيرالد عرف هني انه لازم يشكل فريق أو عصابة عشان يخترق الخزينة هذه، إذا ظلوا بس هم الاثنين هو صاحبه فما راح يقدرون بروحهم ينفذون هالعملية. فأول شخص دخل وياهم في العصابة كان ضابط شرطة فاسد من شلتهم اسمه جو بانكس، أما العضو الرابع فكان اسمه فرانسيس أوليري، واللي كان أصلا رجل عصابات من قبل وكانت عنده خبرة في مجال السرقات، فالحين صار عددهم 4. لكن طبعا جيرالد كشرطي كان عارف عن جهاز الإنذار في البنك وعارف إن إنذار صامت وإن إذا اشتغل في إشارة بتروح للشركة المصنعة اللي صنعت الإنذار وفي إشارة ثانية بتروح لقسم الشرطة، فكان محتاج طريقة يعطل فيها هالإنذار، وهو طبعا ما كانت عنده أي خبرة بالأجهزة والإلكترونيات، فيحتاج يضيف عضو خامس للعصابة، شخص عنده خبرة بهالمجال وممكن يساعدهم في تعطيل جهاز الإنذار. فتخيلوا أن العضو الخامس في العصابة كان واحد من اللصوص اللي قبض عليهم جيرالد من قبل، تعرف عليه لأنه قبض عليه. هذا اللص كان اسمه باكي بارت، وكان يعني حرامي محترف وعنده خبرة كبيرة في التعامل مع أجهزة الإنذار. فالحين صاروا أعضاء العصابة 5، وعشان نراجعهم مع بعض، أول واحد عندنا هو جيرالد الشرطي الفاسد الأول والرأس المدبر للعملية، وبعده عندنا تومي اللي هو الشرطي الفاسد الثاني وصاحب جيرالد المقرب من سنين، وبعده عندنا جو اللي هو الشرطي الفاسد الثالث، أما العضو الرابع فهو فرانسيس اللي كان رجل عصابات، والعضو الخامس والأخير هو باكي اللي كان حرامي محترف ومهمته الرئيسية راح تكون تعطيل جهاز الإنذار. باكي هذا كانت عنده معرفة ومهارة في مجال الإلكترونيات، فقعد يصنع جهاز خاص يقدر يستخدمه عشان يعطل انذار البنك، لكن هذا الجهاز ما كان على طول يعني يقدر يستخدمه وبيعطل الانذار، لا كان يحتاج يسوي تجارب، لان جهاز انذار البنك كانت فيه كثير وايرات او اسلاك، فما كان يعرف الواير اللي المفروض يستهدفه. يعني الجهاز الالكتروني اللي هو صنعه مهمته انه لما الانذار يطلق الاشارة الجهاز هذا يحجبها، فما تروح الإشارة لا للشركة المصنعة ولا لقسم الشرطة، بس عشان الجهاز يحجب الإشارة لازم يوصله بالواير الصح، وعشان يعرف الواير الصح
لازم يقعد يجرب. فتخيلوا ظلوا شهرين كاملات بس يجربون في الوايرات هذه عشان يتأكدون ان الإشارة ما تطلع من جهاز الإنذار. وبعد كل تجربة كانوا لازم يرجعون كل شيء في مكانه، لازم جهاز الإنذار يظل مثل ما هو عشان ما حد يشك في الموضوع، لأن لو الموظفين أو الفنيين حصلوا في شيء غلط أو واير مش في مكانه مثلا، على طول راح تصير حالة طوارئ. طبعا الشيء اللي سمح لهم ياخذون راحتهم في الفحص والتجارب هذه هو إنهم شرطة. لما كان بكي يسوي التجارب على جهاز إنذار البنك، سيارتهم اللي هي سيارة شرطة كانت قاعدة تلف حوالين المكان، يعني مسوين مثل الدورية، فلو حد اقترب ممكن يبعدونه، خصوصا لو كان شرطي ثاني مثلا، وما حد بيشك في تحركاتهم لو شافهم. في النهاية هذه للشرطة لابسين لبس شرطة وعندهم سيارة شرطة. لو كانوا ناس أو حرامية عاديين وقاعدين يلعبون بجهاز إنذار البنك وقاعدين يلفون حوالين المنطقة، أكيد راح ينشك فيهم، بس ما حد بيشوف قدامه شرطة وبيقول والله هذه لا ممكن يكونون حرامية. فكونهم شرطة كان الغطاء المثالي للعملية هذه. المهم بعد شهر من التجارب قدروا أخيرا يحصلون الواير والطريقة الصح عشان يحجبون الإشارة، فبكذا قدروا يتجاوزون العقبة الأولى اللي هي جهاز الإنذار. العقبة الثانية طبعا راح تكون الجدران اللي تحيط بغرفة الخزينة، الجدران الإسمنتية المسلحة اللي ثخانتها توصل لخمسين سنتي. فالفكرة اللي خطرت على بالهم هي إنهم يخترقونها بالديناميت، يفجرونها، لأنهم لو قعدوا يحاولون يحفرون فيها راح يحتاجون وقت طويل، يمكن يأخذون أيام، وهذا طبعا مو بخيار مقبول. فالحل كان انهم يفجرونها. طبعا المشكلة هي بعد ان صوت التفجير ممكن يلفت الانتباه، فالحل اللي وصلوا له هو انهم راح ينفذون العملية في يوم الذكرى اللي يسمونه ميموريال دي. هذا اليوم تكون فيه مهرجانات وتجمعات وفي العاب نارية وصخب، فلو حد سمع صوت انفجار الديناميت اللي راح يستخدمونه على خزينة البنك ما راح يستغرب او يشكك في الموضوع، بيحسب انه صوت العاب نارية واحتفالات. فلما جات ليلة يوم الذكرى اللي كان يصادف اجازة نهاية الاسبوع بعد، واللي معناه ان البنك راح يقفل ثلاثة ايام ورا بعض، بدوا العصابة ينفذون عمليتهم. كان الوقت المثالي، صخب المهرجانات والاحتفالات، وبعد البنك راح يقفل ثلاث ليالي ورا بعض، فبيكون عندهم وقت ياخذون راحتهم فيه. فأربعة من افراد العصابة اللي هم جيرالد الشرطي الفاسد الاول والراس المدبر، ومعاه جو الشرطي الفاسد الثالث، ومعاهم فرانسيس رجل العصابات، وبوكي اللص المحترف اللي بيعطل الإنذار، هذين الأربعة راح ينفذون عملية الاقتحام والسرقة. أما خامسهم اللي هو تومي الشرطي الفاسد الثاني وصاحب جيرالد المقرب، فراح تكون مهمته إنه يسوي دورية بسيارة الشرطة حول البنك ويظل يراقب المكان عشان يحمي أصحابه من أي تدخل خارجي، سواء من شرطة آخرين أو من ناس عاديين. وتومي ترى ما كان مجرد شرطي عادي في القسم، لا، كان صاحب رتبة عالية، كان حتى صاحب الرتبة الأعلى بين كل الشرطة المناوبين هذيك الليلة، فيعني كان يقدر يوجههم لمناطق بعيدة عن البنك بكل سهولة. فجيرالد وأصحاب الثلاثة اللي اقتحموا البنك كانوا مطمنين أن ما حد بيقاطع شغلهم، فبدوا عملية السرقة على طول. الخطوة الأولى كانت تعطيل إنذار البنك، أوباكي على طول طلع جهازه الخاص أو الشريحة الإلكترونية اللي صنعها ووصل الواير اللي يحجب إشارة الإنذار. الخطوة اللي بعدها كانت الاقتحام، لكنهم ما اقتحموا البنك على طول من باب البنك، لا، اقتحموا المحل المجاور للبنك، لأن اقتحام أبواب هالمحل أسهل من اقتحام أبواب البنك اللي كانت منيعة أكثر. فبعد ما اقتحموا المحل طلعوا لفوق للعلية أو السقيفة. طبعا المحل اللي هم فيه الحين كان في نفس المبنى اللي فيه البنك، فيعني المحل مجاور للبنك، يفصل ما بينهم جدار بس. فلما طلعوا للعلية فوق وصلوا للجدار اللي يفصل بين المحل اللي هم فيه وبين المساحة اللي فوق غرفة خزينة البنك، والجدار الفاصل هذا يعني كان جدار جدا عادي مصنوع من طابوق خفيف، فبكل بساطة كسروا الجدار هذا وفتحوا فيه فتحة وعبروا من خلالها للمساحة اللي فوق خزينة البنك. فالحين صاروا في المنطقة الفاضية اللي فوق غرفة خزينة البنك مباشرة، منطقة فيها تمديدات وبيبات، فصار سقف غرفة الخزينة تحت رجولهم. السقف هذا طبعا مثل ما قلنا سقف خرساني كخين جدا، فخانته توصل لخمسين سنتي، فهذا هو السقف
اللي يحتاجون يفجرونه عشان يدخلون الخزينة. فأول خطوة محتاجين يسوونها عشان يزرعون الديناميت في السقف هو إنهم يحفرون حفر بالدريل، حفر يحطون داخلها أصابع الديناميت. طبعاً خلال العملية هذه كلها تومي اللي كان قاعد يسوي دوريات برا بسيارة الشرطة كان دائماً على تواصل وياهم بالراديو، فهم قبل ما يسوون أي شغلة فيها إزعاج أو أصوات تومي لازم يعطيهم خبر ان كل شيء تمام برا عشان يبدأون، لان لو مر الشخص برا وهم قاعدين يكسرون او يحفرون ممكن يسمع الاصوات ويسوي لهم مشكلة. فكان دائما بينهم تواصل. فلما الاربعة اللي داخل كانوا قاعدين يحفرون بالدرل في سقف الخزينة فجأة تومي كلمهم بالراديو وقالهم يوقفون، فعلى طول وقفوا الحفر. اللي صار ان تومي شاف شخصين جايين على المنطقة، هذين الشخصين كانوا في الواقع من اصحاب المحلات، كان عندهم محل مقابل البنك، ومع ان كل المحلات كانت مسكرة لكن هذيل الاثنين كانوا جايين عشان يرتبون بعض الاغراض والاشياء في محلهم. في النهاية محلهم حتى لو الدنيا اجازة وكل المحلات مسكرة ما في شيء يمنعهم، لكن تومي على طول راح لهم وقالهم ان في انشطة اجرامية صايرة في المنطقة وان المكان هذا مو بآمن حاليا وطلب منهم يرجعون. فالشخصين هذيل اصحاب المحل ما شككوا في الموضوع، في النهاية اللي قدامهم شرطي بلبس شرطة وعنده سيارة شرطة بعد، بالعكس كانوا مبهرين من استجابة الشرطة وتفانيهم في الحفاظ على الأمن. فببساطة سمعوا الكلام ورجعوا. بعدها تومي عطى إشارة لأصحابه اللي داخل إنهم يكملون الشغل، فالجماعة رجعوا كملوا حفر بالدريلات، ولما خلصوا حطوا أصابع الديناميت داخل الحفر هذه اللي حفروها في السقف، وبكذا صار المكان جاهز للتفجير. بس طبعا قبل ما يفجرون كانوا عارفين ان الموضوع فيه مخاطره كبيره لانهم كانوا في وسط المدينه وصوت الانفجار ممكن ينسمع. صح ان اليوم في مهرجانات واحتفالات والعاب ناريه بس يظل يعني الموضوع فيه مخاطره، فعشان يقللون المخاطره هذه كانوا جايبين وياهم اكياس رمل وحطوا الاكياس هذه فوق الديناميت. اكياس الرمل هذه راح تؤدي وظيفتين، الوظيفه الاولى انها راح تكتم او على الاقل تخفف صوت الانفجار، اما الوظيفه الثانيه فإنها راح توجه قوة الانفجار لتحت لسقف الخزينة. فخلاص لما صار كل شيء جاهز ابتعدوا الأربعة من المكان، رجعوا للمحل المجاور وبضغطة زر فجروا أصابع الديناميت. الانفجار ما كان بسيط والصوت طلع لبرا وتومي حتى سمع الصوت، واللي معناه ان اكيد في ناس من اللي ساكنين في المنطقة بعد سمعوا الصوت. طبعا لو حد منهم بلغ بيقدر تومي على الاغلب يتعامل مع الوضع، وما انه موجود في المنطقة راح ياخذ البلاغ وبيقول انه ما في شيء صاير، لكن في كل الاحوال اصلا ما وصل اي بلاغ، لان على الاغلب مثل ما كانوا متوقعين حتى لو في اشخاص سمعوا صوت الانفجار راح يعتقدون العاب نارية او من ضمن الاحتفالات اللي صايرة. المهم الانفجار فتح فتحة كبيرة في سقف الخزينة، لكن كانت بعدها في قضبان حديدية، الانفجار ما قدر يكسرها كلها، بس الجماعة بعد كانوا محتاطين، فكانوا جايبين وياهم اداة او مشعل اللحام، فاستخدموه عشان يقصون الحديد. طبعا العملية اخذت وقت، لكن في النهاية قدروا يقصون الحديد وقدروا ينزلون لداخل غرفة الخزينة. ومثل ما قلنا قبل غرفة الخزينة كانت بعد فيها خزينة داخلية، الخزينة هذه كانوا البنك يحتفظون فيها بفلوسهم، وبعد في صناديق الأمانات اللي يستأجرونها زباين البنك عشان يحطون فيها أغراضهم وممتلكاتهم الثمينة. فالحرامية قسموا الشغل ما بينهم، اثنين منهم قعدوا يفتحون الخزينة الداخلية بمشاعل اللحام، والاثنين الثانيين قعدوا يكسرون أقفال صناديق الأمانات. هدفهم الرئيسي كان الخزينة الداخلية اللي البنك يحفظون فيها فلوسهم، فالمفروض انها مليانة على الاخر وراح يحصلون داخلها غنيمتهم الثمينة. اما صناديق الامانات فكانت يعني مثل الاضافة، مجرد تحلية. كسر باب الخزينة الداخلية بمشعل اللحام خذ اكثر من ساعة، بس بعد ما فتحوها اخيرا انصدموا ان كمية الفلوس اللي داخلها كانت قليلة جدا، ما كان داخلها إلا 60,000 دولار بس، والسبب كان لأن موظفين البنك أرسل الفلوس للاحتياطي الفيدرالي لأن الوقت كان نهاية الأسبوع وكان يصادف يوم الذكرى، يعني بيقفلون 3 ليالي ورا بعض فما بيخلون فلوس البنك داخل الخزينة. يعني نفس الشيء اللي خلى الحرامية يقتحمون البنك في هاليوم بالذات هو اللي تسبب ان ما تكون فيه فلوس في الخزينة، فالموضوع خلاهم يتنرفزون ويفقدون اعصابهم بعد كل هالشغل والتخطيط اللي دام اشهر. هذه هي النتيجة في النهاية، 60,000 دولار بس، كانوا متأملين انهم هني بيحصلون الغنيمة اللي راح خلاص تكفيهم لباقي العمر. فالحين عشان ينقذون ما يمكن انقاذه قرروا انهم يوجهون تركيزهم لصناديق الامانات
اللي ما كانوا يتوقعونهم بيحصلون فيها ذيك الغنيمة اللي تسوى، بس في كل الأحوال ما بقى لهم غيرها. لكن المشكلة بعد إن الليل خلص والفجر قرب، فقرروا إنهم يوقفون شغلهم هذيك الليلة ويرجعون لبيوتهم. في النهاية بعدهم عندهم ليلتين راح يكون البنك مأجز فيها وما حد راح يداوم وما حد راح يشوف الخزينة اللي تم اختراقها، فراح يرجعون الليلة اللي بعدها ويكملون شغلهم. طبعا يظل الموضوع فيه مخاطرة كبيرة، لكن لأنهم شرطة ولأن عندهم شرطي قاعد يراقب برا فكان في عندهم نوع من الاطمئنان. لو كانوا حرامية عاديين فعلى الأغلب كانوا مستحيل يرجعون مرة ثانية، راح تكون حركة مجنونة ومتهورة. فرجعوا الليلة اللي بعدها ودخلوا للخزينة مرة ثانية وحطوا كل تركيزهم على تكسير وسرقة صناديق الأمانات. المفاجأة اللي ما كانوا متوقعينها إن الصناديق هذه كانت فيها كميات فلوس ومجوهرات أكبر بكثير من اللي كانوا متوقعينه، وكمية الصناديق كانت كبيرة ما كفتهم ليلة واحدة حتى. فرجعوا الليلة اللي بعدها مرة ثانية وكملوا شغلهم. في النهاية تخيلوا انهم حصلوا كاش بقيمة $2,000,000 تقريبا، هذا بس الكاش. اما المجوهرات والذهب فكانت شيء مجنون، يقدرون قيمتها $8,000,000. يعني بالمجمل الحرامية سرقوا ما يقارب $10,000,000، مبلغ اكثر من اللي كانوا يحلمون فيه حتى. ففي النهاية حصلوا الغنيمة اللي فعلا راح تكون غنيمة العمر وما بيحتاجون بعدها يسوون اي عملية ثانية. طبعا اول شيء سووه هو انهم قسموا الكاش ما بينهم. تقسيم الكاش سهل، عندهم مليونين وقسموهن على 5، فكل واحد راح يطلع له $400,000. المشكلة الحقيقية راح تكون في تقسيم المجوهرات، كيف راح يقسمونها بشكل عادل ما بينهم. فبعد ما تناقشوا مع بعض شوي قرروا انهم ما راح يوزعونها على شكل المجوهرات ما بينهم، لانهم مستحيل يعرفون قيمة المجوهرات. قرروا انهم لازم يحصلون طريقة يحولون هالمجوهرات لكاش. ممكن مثلا يبيعونهم في السوق السوداء لعصابة او منظمة اجرامية بسعر اقل من سعر السوق، والعصابة هذه تتصرف فيهم بعدين. المهم انهم يحولون المجوهرات لكاش، يعني ما راح يقسمونهم ما بينهم الحين. جيرالد كان القائد، فكان قراره انه يترك المجوهرات هذه ويا جو بانكس اللي هو الشرطي الفاسد الثالث. ليش تركهن عند جو؟ ما نعرف السبب، يمكن كان جو عنده مكان آمن يقدر يخبيهن فيه. بعدها جيرالد قال لأفراد العصابة انهم يخبون فلوسهم وما يسوون اي شيء متهور خلال الفترة الجاية، لان الشرطة راح يبدأون تحقيقاتهم اول ما يكتشفون العملية، وبحجم سرقة مثل هذه اكيد ان FBI راح يتدخلون وعلى الاغلب بيمسكون القضية، فلازم يظلون متخفين لأطول فترة ممكنة الين ما تهدى الاوضاع. فكل واحد منهم اخذ فلوسه وجو بانكس اخذ فلوسه ومعاهن المجوهرات، وكل واحد راح لبيته ونام هذيك الليلة وينتظر شو بيصير في صباح اليوم اللي بعده. في الصباح لما رجعوا موظفين البنك لدوامهم بعد الإجازة انصدموا من المشهد اللي شافوا. هذا اللي قدامكم صور حقيقية من غرفة الخزينة. حصلوا المكان مقلوب فوق تحت، كل شيء مكسر، صناديق الأمانات مفتوحة، وطبعا حصلوا الفتحة اللي فتحوها الحرامية في السقف. ومثل ما هو متوقع على طول جو محققين FBI ومسكوا القضية وبدوا يفحصون مسرح الجريمة. طبعا FBI لما يروحون لمكان للتحقيق يكونون ضباط الشرطة المحلية موجودين ويساعدونهم، يشرفون معاهم على المكان. وواحد من ضباط الشرطة اللي كانوا وياهم داخل الخزينة كان تومي دورتي، يعني الحرامي حرفيا كان قاعد وياهم وهم يفحصون المكان. فكان تومي قاعد يتجسس عليهم، قاعد يراقب تحركاتهم ويتأكد ان ما في خيط او دليل ممكن يقود المحققين لهم. طبعا هم ما تركوا اي اثر في المكان، كل اغراضهم كل اشيائهم خذوها وياهم، وما تركوا لا بصمات ولا اي شيء ممكن يدل عليهم، كانوا جدا حذرين ودقيقين. فممكن نقول انها كانت جريمة مثالية من ناحية التنفيذ، لكن الاحداث اللي بتصير بعد الجريمة بتكون ابعد ما يمكن عن المثالية. بعد ما حققوا FBI في مسرح الجريمة، استنتاجاتهم الاولية كانت ان اللي نفذوا هالعملية ناس محليين عندهم خبرة بالمكان وعندهم نوع من الصلاحيات، اما انهم موظفين في البنك او موظفين امن او حتى شرطة. FBI كانوا عارفين ان في فساد كبير في جهاز الشرطة في المدينة، فكانوا حاطين عيونهم على بعض الضباط، وكانوا من ضمنهم جيرالد وتومي لانهم من اعلى ضباط الشرطة اللي كانوا مناوبين هذيك الليلة وكان عليهم شوية كلام. جيرالد كان عارف انهم ممكن يشكون فيهم، بس كان واثق انه هو افراد عصابته ما تركوا اي اثر وراهم. فجيرالد وصاحبه تومي راحوا للتحقيق عند FBI وهم مرتاحين وما خايفين من اي شيء. خلال التحقيق ويا جيرالد المحققين سألوه
وين كان في ليلة الاقتحام اللي هي ليلة يوم الذكرى. فقالهم جيرالد انه كان مع عشيقته السرية، تذكرونها اللي تكلمنا عنها قبل. ليش قالهم انه كانوا يا عشيقته؟ لان لو قالهم انه كان في البيت ويا زوجته واولاده، زوجته يمكن ما تدعم كلامه، او اولاده ممكن يكذبون كلامه حتى لو بدون قصد. فشاف انه امن خيار هو انه يدعي انه كان ويا عشيقته السرية، وهو فعلا راح لها بعد ما خلصت العملية هذيك الليلة. فصح انه جيرالد فضح نفسه قدام المحققين واعترف لهم انه عنده حبيبة سرية، بس المحققين ما راح يهتمون انه عنده عشيقة سرية، همهم عملية السرقة. عشيقته السرية هذه كان اسمها باربرا هيكي، وطبعا جيرالد من قبل كان قايلها انه لو المحققين استدعوها تقولهم انه كان وياها طول هذيك الليلة، فبكذا تكون عنده حجة غيابية وشاهد يشهد له. وفعلا المحققين جابوا باربرا هذه واستجوبوها وقالت لهم نفس الكلام، ان جيرالد كان وياها طول هذيك الليلة. محققين الـ FBI كملوا تحقيقاتهم ويا عدة اشخاص غير جيرالد، حققوا ويا ضباط شرطة ثانيين، حققوا ويا بعض من موظفين البنك، وحققوا حتى مع بعض ملاك المحلات المجاورة. بس بعد كل هالتحقيقات ما قدروا يوصلون لنتيجة واضحة، ما كان عندهم أي دليل ولا في أي خيط. فجيرالد وصاحبة تومي كانوا قاعدين يتابعون مسار التحقيقات من داخل وهم مرتاحين، لأن كل شيء كان يشير إلى أن الـ FBI ما راح يقدرون يحصلون شيء يدينوهم فيه. فكل اللي عليهم يسوونه أنهم يظلون هادين ألين ما تبرد القضية هذه، يعني يمكن حتى بعد سنة القضية كلها تتقفل أصلا. وفعلا مر الشهر ورا الشهر، وقربت تعدي سنة كاملة والأمور هادية، ما في أي تقدم قدروا الـ FBI أنهم يحققونه في القضية، وخلاص ممكن في أي لحظة يعتبرونها قضية باردة ويقفلون التحقيق فيها. ورغم أن جيرالد قدر يحافظ على نفسه هادي ومتخفي، لكن المشكلة كانت في أصحابه تومي وجو. الاثنين هذيلا ما كانوا هادين ابدا، بالعكس بدوا يصرفون فلوسهم على البنات والكوكايين الله يعزكم، وكانوا عايشين في حاله مستمره من النشوه وبس هدفهم يستمتعون باي طريقه. ومثل ما قلنا جيرالد عطى المجوهرات لجو عشان يحتفظ فيهن الين ما يحصلون طريقه يحولونهن لكاش. فهم قاعدين ينتظرون الوقت المناسب بعد ما يبرد التحقيق في القضيه، وبعدين ممكن يتحركون في موضوع بيع المجوهرات. المشكله ان جو بدا يتصرف في بعض المجوهرات، أهدى بعضها لبنت حاول يتقرب منها وباع بعضها، والخبر وصل لتومي. ومثل ما قلنا اثنينهم ما كانوا في أحسن حالاتهم العقلية وكانوا يتعاطون كوكايين ومخدرات. فبعد ما تومي عرف بموضوع المجوهرات راح لجو عشان يواجهه بالموضوع، وصار بينهم صراخ وجدال، وتطور الجدال هذا للعنف. ولحظتها تومي كان شايل بندقية شوتجن وياه، فرفعه على جو وأطلق عليه. الموضوع صار كذا بسرعة وفجأة بشكل غريب. بعدها الشرطة جو واعتقلوا تومي، وفجأة انقلبت الدنيا كلها وصار الوضع مجنون. والمشكلة الأكبر أن جو ما مات من الطلقة، طبعا لأن هذه الحادثة صارت بين شرطيين، فالموضوع كان يتطلب تدخل سلطة أعلى، فوصلوا شرطة من الولاية عشان يحققون في الحادثة هذه. شرطة الولاية طبعا يعتبرون أعلى من الشرطة المحلية في المدينة، فلما بدوا يحققون في الحادثة فتشوا المكان اللي صارت فيه، وفتشوا سيارات الجاني والمجني عليه. فلما فتحوا دبة سيارة جو حصلوا حقيبة فيها كمية من المجوهرات المسروقة، تخيلوا كان حاطنها في دبة السيارة. لو بعد حصلوا ياها كيس كوكايين كيلو كامل. ولما وصلت الأخبار لجيرالد عرف انه طاح في مصيبة، وان الموضوع تعقد بشكل كبير. اثنين من شركاء في العملية تورطوا في تحقيق، لا وفوق هذا الشرطة حصلوا جزء من المجوهرات المسروقة. فجأة انقلبت الدنيا عليه، كان ينتظر القضية تبرد، بس بسبب غباء أصحابه القضية ولعت على أعلى درجة. فقاعد يفكر شو يسوي، وما حصل حل غير أنه يظل هادي في مكانه ويتأمل أن ما حد من أصحابه يقلب عليه. في النهاية يعني المفروض أن أصحابه ما يشون فيه، حتى لو هم ورطوا نفسهم فما في شيء يدفعهم أنهم يفضحون وياهم. فمر كم أسبوع وبعدها تمت إقامة جلسة محاكمة لتومي اللي أطلق النار على جو، وجو طبعا بعد كان حاضر في المحاكمة هذه. فخلال المحاكمة جو طلع على منصة الشهود عشان يشهد على اللي صار وكيف تومي أطلق عليه النار. فمحامي توم ضغط على جو بخصوص الحقيبة اللي حصلوها الشرطة في دبة سيارته. ليش المحامي جاب موضوع الحقيبة هذه؟ لأن فيها مخدرات ومجوهرات مسروقة، فإذا جو متعاطي مخدرات وحرامي المفروض هالشي يخلي شهادته ضعيفة
وصعب تكون معتبرة. المحامي على باله أن بهالأسئلة قاعد يدافع عن موكلة تومي، لكن المحامي لما سأل جو هالأسئلة كان رد جو أن أيوه أنا متعاطي، وأيوه أنا سرقت هالمجوهرات من بنك ديبوزيترز تراست في يوم الذكرى، وتومي هذا اللي قاعد تدافع عنه كان شريكي في العملية. قاعة المحكمة كلها انجنت، ما حد كان يتوقع هالصدمة. بعد المحاكمة تومي تم الحكم عليه أنه مذنب في حادثة إطلاق النار، لكن الأهم طبعاً كان موضوع سرقة البنك. على طول بعد اللي صار في المحاكمة جو الـ FBI وبدوا يحققون ويا جو، وعقدوا صفقة وياه انه يخبرهم بكل شيء مقابل انهم يعفونه من التهم اللي عليه، يعني ما راح ينسجن ولا راح يصير له شيء. فجو اعترف لهم بكل شيء وعطاهم كل التفاصيل والاسماء وقالهم عن جيرالد وان الراس المدبر وقائد العملية. المحققين طبعا كانوا مصدقينه، لكن المشكلة ان جو كشاهد يعتبر جدا ضعيف، يعني واحد متعاطي وهو بعد شريك في الجريمة. في النهاية ممكن هيئة المحلفين يعتبرونه مجرد شخص يائس وقاعد يحاول يجر أشخاص أبرياء عشان ينقذ نفسه، خصوصا أنه مثل ما قلنا للحين جيرالد نظيف، ما عليه أي غبار، ما ترك وراه أثر أو دليل. فبالنسبة للمحققين شهادة جو ما كانت كافية عشان يجرمون جيرالد، كانوا محتاجين دليل أو شاهد ثاني، بس على الأقل الحين عرفوا وين يضغطون، عرفوا أن جيرالد هو الهدف. فلما رجعوا يحققون في حياته الشخصية والناس اللي حوله عرفوا أن ترك عشيقته السرية باربرا، وما في أحسن من أنهم يستغلون حقد عشيقة سابقة عشان يجرمونه، فجابوها مرة ثانية عشان يستجوبونها. باربرا في البداية قالت لهم ما أعرف كثير وما كان يخبرني شيء، ويعني ما كانت متعاونة جدا، لكن بعد ما دخلوا وياها في تفاصيل وطمنوها انهم راح يحمونها وما راح يصير لها شيء، اعترفت لهم ان في هذيك الليلة جيرالد رجع وهو مليان غبار من فوق لتحت، وكان حتى غبار اسمنتي. فسألتهم هل هذا الشيء راح يساعد؟ المحققين طبعا ابتسموا لبعض وقالوا لها اكيد راح يساعد. المحققين عرفوا انهم حصلوا الشاهد اللي يدورون عليه، فبعدها راحوا لبيت جيرالد واعتقلوه بتهمة سرقة البنك. جيرالد طبعا كان متوتر، بس ظل يحاول يقنع نفسه انه ما ترك وراه اي اثر او دليل، وانه بيقدر في النهاية يبرئ نفسه في المحكمة لو حصل المحامي المناسب. لكن الصدمة كانت لما ظهرت قدامه عشيقته السابقة باربرا على منصة الشهود في المحكمة، وهذه لقطة حقيقية لها وهي تشهد في محاكمته. وما بس شهدت على هذيك الليلة اللي رجع فيها وهو مغبر اخر الليل، لا شهدت بعد على تصرفاته وطبايعه وانه شرطي فاسد، وقالت انه دائما كان يتكلم عن العملية اللي راح تغير حياته للأبد. جيرالد كان قاعد في المحكمة يسمع شهادتها وهو عارف ان هذه نهايته. طبعا هو ما كان الوحيد اللي تحاكم وياه صاحبة توم اللي اطلق النار على جو وتسبب كل هالمصيبة هذه عليهم، وبعد كان وياهم فرانسيس رجل العصابات وبكي الحرامي المحترف اللي كان مسؤول عن تعطيل جهاز الانذار. اما جو الشرطي الفاسد الثالث اللي كان شريكهم في العملية فشهد ضدهم في المحكمة، ولان عقد صفقة ويا الـ FBI فتم اعفاءه من التهم اللي عليه مقابل انه يعترف بكل شيء ويشهد ضد اصحابه في المحكمة. جيرالد واللي معاه انحكم عليهم ب30 الى 40 سنة في السجن، واللي تقريبا كان مثل الحكم المؤبد، يعني يا اما انهم بيموتون في السجن او انهم بيطلعون وهم في اخر عمرهم. فهذه القصة وهذا اللي صار، ان شاء الله كانت قصة ممتعة خصوصا بعد القطعة اللي طويلة شوي، وان شاء الله انه خلاص مثل ما قلت لكم الفترة الجاية راح يكون في التزام أحسن. فأتمنى أنكم تعذروني وخلاص نقول اللي فات فات، وإن شاء الله أني أعوضكم الفترة الجاية. وبس والله لهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، فإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واللي يحب يضغط زر اللايك موجود، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.